بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم أصدقائي الأعزاء. طبعا الفيديو اللي عدى كان عن أنواع الأغنام في مصر، واتكلمنا عن البرديسي وعن مميزاته وعيوبه، واتكلمنا برضو عن العسافي ومميزاته وعيوبه، وإزاي تعرف الفرق بين البرديسي وبين العسافي. طبعا الفيديو لقى استحسان كبير جدا من اصدقائنا على القناة طبعا، واتبسطوا بالمعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها، لان في ناس ما كانتش تعرف ان فترة الشبكة قد ايه في الاغنام، مدة الشياع قد ايه في الاغنام، امتى القح بالظبط في بالنسبة لتدريب الاغنام. طبعا معلومات مهمة جدا في التربية، لانك انت لازم تكون عارف كل حاجة عن الغنم عشان تعرف تنجح معاها. وان شاء الله هنبقى اكلمكم عن التلقيح الاصطناعي في الاغنام، هو مش موجود في المنيا، لكن ان شاء الله اكلمكم عنه وازاي ممكن بيستخدموه، ممكن ان احنا نطوره ان شاء الله في الفترة اللي جاية. ان شاء الله النهاردة هنتكلم بقى عن الرحماني والبرجي، وان شاء الله لو الفيديو ما طولش ممكن نكمل الاسيمي النهاردة كمان. فاحنا اول حاجة هناخد الرحماني. طبعا الاغنام الرحماني دي الاسم بتاعها نسبة الى قرية الرحمانية في محافظة البحيرة، وعشان كده اشتق الاسم منها الى الرحماني. طبعا فلها صفات ولها مميزات ولها عيوب، هنذكرها كلها ان شاء الله حالا. طبعا الاغنام الرحماني دي لها مميزات بتميزها عن باقي الاغنام. اللون بتاعها طبعا لون بيبقى بني قاتم كده، بني غامق، والراس بتاعته بتبقى كبيره، الانف بتبقى مقوصه، الودن بتبقى بندوليه او قصيره برضو. الذكور بيبقى لها قرون كبيره وحلزونيه، يعني ممكن في الناس ما فيش طبعا. الرقبه بتبقى قصيره والجسم طويل، اللي هي بتبقى بيضاويه وبها ينتهي الديل بعقده يعني نحيفه ملتويه، ممكن تبقى توصل لحد العرجوب. الرجل من تحت بتبقى ما فيهاش صوف. دي مميزات اللي هي الاغنام الرحماني، اللون البني القاتم ديت والجرون الواضحه جدا في الكباش. طبعا معلومات مهمه هنقولها طبعا عن الرحماني بس بسرعه كده. وزن الكبش اللي هو كامل النمو بيبقى من 65 ل 75، وزن النعجة كاملة النمو من 50 ل 55. طبعا دي اوزان متوسطة، لكن لو في غذاء هتلاقي جواز، لو في غذاء وفي تربية كويسة وعناية ممكن يوصل لأعلى من كده، لكن المتوسط والسائد والعام ان وزن الكبش تم النمو من 65 ل 75، وزن النعجة 50 ل 55. عمر البلوغ الجنسي للإناث يعني الحلية دي تبلغ عند 270 يوم او لما يوصل وزنها ل 22 كيلو جرام. متوسط نسبة الخصوبة بتبقى 95%، التوائم من 25 ل 30، طبعا اقل من البرديسي واقل من العسافي. يعني كل 100 نعجة لو احنا دربنا 100 نعجة وولدوا يدوا من 125 ل 130 مولود، ال 100 نعجة يدوا من 125 ل 130 مولود. الصوف بتاعها بيبقى خشن، الراس ممكن تدي كيلو ونص في الجزة الواحدة. وزن الجنين لما يجي تولد الذكر بيبقى من 3 ل 4 كيلو، الانثى بتبقى من 2 ل 3 كيلو او من 3 ل 2 ونص. وزن الفطام بعد ما 3 شهور لما يتفطم البيوض او المولود الصغير ده بيبقى وزنه 15 كيلو جرام. معدل النمو اليومي طبعا من الميلاد لحد الفطام بيبقى من 144 ل 172 جرام، بعد الفطام بيبقى من 89 ل 169 جرام في اليوم. معدل النفوق طبعا بيبقى فيه نسبة نفوق في المواليد بتاعته 7%. ده طبعا الرحماني، وطبعا بس هو بيتحمل يعني بيتحمل حرارة لحد 33، بيحب يعيش في الدلتا في جو رطب. ما يعني في الصحراء حاليا شغال في مزارع على الطريق الصحراوي فيها رحماني ومتعايش وكويس، لان الجو عندنا في مصر كويس يعني. فدي بالنسبة كل مميزات الرحماني والصفات بتاع الاغنام الرحماني. ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن البرجي. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله نتكلم عن الاغنام البرجي. طبعا الاسم بتاعها ان يرجع الى منطقة برقة بليبيا، وكذلك الاسم ممكن بيطلق عليه اسم الدرناوي،
وطبعا دي أغنام في الصحراء، بتعيش في الصحراء وبتتحمل الظروف الحرارة العالية والرطوبة العالية، وفي إن هي لها قدرة طبعا إن هي بترعى في الحشائش في الصحراء. وأغنام البرجي طبعا موجودة في الساحل الشمالي في مصر ومحافظة مطروح بالذات، يعني حتى في ناس عندنا هنا إن شاء الله هعمل لكم فيديو عن الأغنام البرجي، وصلت المنيا ونجحت هنا في التسمين. فطبعا محافظة مطروح غنية جدا بأغنام البرجي، والمناطق برضو المناطق اللي هي ايه فيها زي البحيرة برضو فيها بتشفي درجة حرارة 29 درجة، ممكن برضو تتحمل الحرارة العالية. الأشكال بتاع الصفات اللي الأغنام البرجي متوسط الحجم بالأغنام، يعني حجمها مش كبير ولا هو كبير ولا هو صغير. الرأس صغيرة والأنف مستقيمة، الأذن بندلية أو شبه بندلية متوسطة. الذكور بيبقى لها قرون طبعا، للناس ملهاش قرون. تمتاز بأرجلها الرفيعة طويلة تسمح لها بالسير مسافات طويلة. الرقبة طويلة والجسم قصير، في صوف أبيض لون خشن ولكن أنعم من الصوف بتاع الأسيمي أو الرحماني. الرأس بيغطيها شعر قصير أسود أو بني أو أبيض، واللي هي مثلثة وتنتهي أو ينتهي الديل بعقدة بس ما بيوصلش لحد العرجوب، بيبقى فوق العرجوب بشوية. وزن الكبش تم النمو من 50 لـ60، وزي ما قلنا ممكن يوصل 70، ممكن يوصل 75 و80 حسب الأكل والرعاية، لكن ده المتوسط الوزن التام النمو. وزن النعجة تمت النمو من 40 لـ45، تمت النمو غير التسمين، غير ان انا لسه هسمنه، انت فاهمين يعني عشان بس محدش يستغرب على الاوزان. يعني وزن المولود عند الميلاد بيبقى من 2.3 لـ3.5 كيلو، ومتوسط وزن الفطام 12 كيلو. معدل النمو اليوم من الميلاد حتى الفطام من 120 ل 125 جرام متوسط، نسبة خصوبة 88%. نسبة التوائم بتبقى 5%، نسبة التوائم 5%، معدل النفوق طبعا قلنا 6%. دي طبعا مواصفات الأغنام البرجي. دي كل المعلومات الخاصة بالأغنام الرحماني والأغنام البرجي، وإن شاء الله رب العالمين إن شاء الله الفيديو اللي جاي بإذن الله نتكلم بقى على الأغنام الأسيمي والصملوطي أو اللي هي مشتقة من الصعيدي أو السوهاجي، اللي هي الأغنام البلدي بس مهجنة. هوريكم مناظر حلوة جدا للأغنام، تابعوني وياريت تسمعوا الفيديو لآخر عشان تقدر تستفيدوا. وإن شاء الله أوعدكم بإذن الله بكل جديد، ومش هنبخل على حد المعلومة، وأنا تحت أمركم في أي استشارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.